واضح كده اننا هنقول على اخر السنة لقد كان عاما مليئا بمشاكل مطربي الراب والمهرجانات من ساعة ما تولى مصطفى كامل منصب نقيب الموسيقيين، وهو مش سايب حد منهم في حاله، سواء مروان بابلو او حمو بيكا، حتى عمر كمال اللي علاقته بيه كويسة متصدر الترند بقاله يومين بسبب العملية اللي عملها اللي هي زراعة دقنه، بس يلا مش قصتنا. المهم ان محمود الليسي وحسن شاكوش انضموا للرابطة دي، تفتكروا ليه؟ هل قضيتهم زي قضية بابلو مثلا؟ وايه حكاية قضية الرشوة المتهمين فيها؟ تفاصيل كتير يلا نعرفها. انا ملك حسام، تابعوني. مصطفى كامل قالها اول ما ترشح ان النقابة فيها فساد وهو مش هيسكت عليه، وكأنه كان بيلقح على القضية دي تحديدا، واول ما مسك منصب النقيب حقيقي ممشيهم على العجين ما يلخبطهوش. من اول الحفلات تكون من غير فلاش ولازم يكون في فرقة، وده مش جديد، هاني شاكر عملها سابقا ومنجحش في ده. لا بس مصطفى كامل ماشي بالقواعد، واللي بيخالف يلا مع السلامة، مش هيكون في غنى لا برا ولا جوا مصر. بس هل القرارات دي اتنفذت فعلا؟ الحقيقة انه لا، بس هو قالها. والحقيقة ان محمود الليسي خلال مؤتمر انعقد في نقابة الموسيقيين الشهر اللي فات قال انهم كانوا بيتهددوا، وفضل ساكت فترة عن التهديدات دي لانه كان خايف يتقطع عيشه ويتفصل من النقابة. طيب كانوا بيتهددوا ازاي؟ الحقيقة انهم قالوا ان سكرتير عام النقابة احمد رمضان ومراته اللي هي هدى صالح كانوا عاملين عليهم عصابة، وبيبتزوهم ماليا وبيجبروهم على انهم يشتروا لهم موبايلات كهدية، وكمان يعملوا حفلات في اماكن معينة من غير فلوس طبعا، ولو عايزين يجاملوا حد في مناسبة. وأعضاء الجمعية العمومية وصفوا زوجة السكرتير العام بالمرأة الحديدية خلال المؤتمر اللي انعقد بالنقابة، ولكن مصطفى كامل رفض واعترض على وصف أي زميل بصفة غير الصفة الوظيفية ليه. وأكد مصطفى كامل أن كل الاتهامات دي اتبعتت له علشان يتم التحقيق فيها بصورة رسمية، ولكن في الأول وفي الآخر دي مجرد اتهامات وهيتم التحقيق فيها وكله بالقانون. مصطفى كامل أعلن تحويل أحمد رمضان عضو مجلس الإدارة للتحقيق وتجميد عضويته، وكمان تجميد مهنته كسكرتير عام للنقابة. وخلال المؤتمر ده مصطفى كامل كشف عن منح أعضاء الجمعية العمومية للنقابة هدية نقابية عبارة عن أنهم إعفاء جميع الأعضاء من الغرامات اللي اتأخر عن دفع رسوم تجديد الاشتراكات في النقابة بحد أقصى 5 سنين. قضية الرشوة دي مش هتنسي مصطفى كامل اللي عمله مروان بابلو وحمو بيكا طبعا. رد فعل مصطفى كامل على وقعة مروان بابلو في حفلته الأخيرة لما رمى المايك واتعصب علشان مش عارف يغني مع فرقته، في النهاية ما التزمش بالقواعد اللي حطتها النقابة وغنى بفلاشة. فكان رد فعل مصطفى كامل انه منع كل مطربي الراب من الحفلات الفترة دي لحد ما يعقد الاجتماعات مع الاعضاء ويقرر هيعمل ايه. فطبعا بتصرف مروان بابلو ده جاب لكل مطربي الراب الكلام، فقرر ابي يوسف وعفروتو يروحوا النقابة يعرفوا موقفهم ايه، خاصة لانهم لا عملوا اختبارات الاداء الصوتي ولا حضروا الاجتماع اللي فيه يقدروا ياخدوا تصاريح الحفلات. امال مين اللي حضر الاجتماع ده بقى؟ حمو بيكا بس. مصطفى كامل مستحلف لهم ومسك لهم الكرباج، والغلطة بفورة معروفة، وشكله كده هيمشي عقوبته اللي هي غرامة، ومش هيغنوا لا بره مصر ولا جوه مصر. تفتكروا بقى مصطفى كامل هيقدر يعمل اللي ما عملوش هاني شاكر، ولا ممكن يتغاضى عن حاجات معينة؟ وهل قضية الرشوة دي الوحيدة في النقابة، ولا الفساد كتير زي ما قال مصطفى كامل؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.